السلام عليكم. انا في مراكش دابا. قرانا شي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فرعون ضروها ليقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. اشنو بغيتي تقول؟ شي كلمه. عطاني شي كلمه. شنو بغيتي كتحس في هاد اللحظه هاد؟ شنو كتحس في هاد اللحظه هادي؟ شنو بغيتي تقول للامه، العربيه والاسلاميه والمغاربه كاملين؟ انا لله وانا اليه راجعون. يعني صافي، مات الرحمن، ما تكلش فينا. لا اله الا انت. انت سبحان الله مرتاح في هاد الحاله هادي. شوفوا انتم، ما بغى ياخذ فوقيه، ما بغى يلبس صنداله، ما بغى يطلع معنا للدار، ما والو. ها قرا شنو باش تطلع تاكل فيك الجوع؟ الله يرحم ليك الوالدين. انا عرفتك. انا شوف، انا ديجا عندي العائله كامله في اكادير. شوف كنمشي لاكادير، انا كنعرفك انت ولد اكادير، ولكن اش جابك مراكش بالضبط؟ اجينا. صافي راه خوتك حنا صاحبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا راه عنده فيديوهات في يوتيوب. ما بغاش سبحان الله، ما بغى يبقى بحالك وهو مرتاح في هذه الحاله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شكرا. هم والديك يلا تغدى معنا. يلا والله معك. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الله خويا كليد. عطوني هذيك الناس الغداء. هذاك اللي الصنداله. شوف الصنداله. خذ الصنداله. خذ الصنداله. خلي غير هذيك، حيديك فوقيك. والله يرحم. شوف لا بغيتي، ربي يسهل عليك. لا بغيتي ربي يسهل عليك. بالله لبست هاد السنجره. الله يرحمك الوالدين. لا حشومه عليك. والله الا حشومه عليك بالله. وفينا بغينا شي جمعيه خيريه تتعامل معاه. بغينا فينا وما فينا وما فينا. هاد الناس هما اللي خصنا نتعاونوا معاهم. سبحان الله. شو انا من كازا جيت لمراكش عايش مع هاد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفوا